استنكرت عائله الجزاف في مملكه البحرين ما بثته قناه الجزيره القطريه عبر برنامجها المغرض والذي لا يمت بصلة ولا يعبر عن واقع المجتمع البحريني المتلاحم والمتماسك. واكدت عائله الجزاف ان قناه الجزيره ما هي الا اداه قطريه تسعى لاستهداف متواصل وممنهج ضد مملكه البحرين، مؤكده ان هذه المحاولات البائسه والمكشوفه لن تزيد المجتمع البحريني لا تصميما أكثر على المضي قدما بمسيرة التطور